بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله بشرح المحاضرة السادسة من الرينال سيستم، وتعتبر المحاضرة الأخيرة، ذلك يعني هاي محاضرتنا نختم جميع محاضرات الرينال سيستم. السلايد الأول مطيني أوبجكتيف مات المحاضرة، يعني لازم نخلص محاضرتنا لازم نكون يعني عارفين شنو هذولا. زين، فايش يقول؟ يقول transport of urine from kidney through the urethra to the bladder. الأوبجكتيف هذا عنوان محاضرتنا، إنه راح نعرف اليوم محاضرتنا شلون راح ينتقل اليورين من الكدني ويروح لليورترا والدور يروح للبلادر، زين، ويصير اليورينيشن. زين، الأوبجكتيف مالتنا يقول how transport of urine from the kidney urethra الدور into the bladder، مثل ما ذكرنا إنه كيف ينتقل اليورين من الكدني دور لليورترا الدور للبلادر. What are the micturition reflex؟ وراح نعرف خلال محاضرتنا شنو هي micturition reflex. The slide الأول يقول transport of urine from kidney through the uterus أو urethra to the bladder. يقول أول شيء إحنا اليورين صار له GFR filtration وين؟ بالglomerular. زين، وبعدين وين راح؟ راح للtubular. صار له شنو هناك؟ صار له reabsorption. طيب بعد وين راح؟ راح يروح يصير له accumulation، راح يروح يتجمع بالcollecting duct. زين، راح يروح هناك يتجمع. شو يقول؟ يقول urine flowing from the collecting duct into the renal calyces stretch the calyces and increases the pacemaker activity. شو قصد بها؟ يقول يا بأنه هذا اليورين راح يتجمع بالكولكتينج داكت، وبعدها من الكولكتينج داكت راح يروح للرينال كاليسز اللي هي هاي هسه دا تشوفوها هنا، هاي مؤشرة بالرسم خلال هاي الصورة، هاي الرينال كاليسز الدور راح يروح للرينال كاليسز، هناك راح يصير ستراتش للكاليسز. زين، من يصير ستراتش للكاليسز شو راح يصير؟ راح يصير انكريز للبيس ماركر اكتيفيتي، راح يزداد نشاط عضلة القلب. زين، هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى اليورين من راح للكاليسز، بعد الكاليسز وين يروح؟ يروح للرينال بيلفس، من الرينال كاليسز يروح للرينال بيلفس. زين، عن طريق شنو؟ which in turn initiated peristaltic contraction، عن طريق حركه دوديه، هاي الحركه الدوديه اللي تصير اللي هي تقلص يجي بعدها انبساط، تقلص انبساط هي هاي يسموها الحركة الدودية. فش يقول؟ يقول which in turn initiate peristaltic contraction spread to renal pelvis. تصير الحركة الدودية هاي شو تساعد؟ تساعد انه اليورين ينتقل من الكاليسز يروح للرينال بيلفس، وبعدها من الرينال بيلفس المن يروح لليورترا، وبعدها من اليورترا يروح للبلادر للمثانة. زين، عن طريق شنو؟ عن طريق هاي البريستالتيك كونتراكشن اللي دا تصير. زين، يعني بس هذا السلايد موضح لي انه يابا اليورين راح ينتقل من الكولكتينج داكت يروح للرينال كاليسز، الدور من الرينال كاليسز عن طريق البريستالتيك كونتراكشن، المن يروح للرينال بيلفس، الدور من الرينال بيلفس همات عن طريق الحركة هاي الدودية يروح لليورترا، الدور من اليورترا للبلادر. زين، يقول الوول مات اليورترا، الوال مات اليورترا شو راح يكون؟ راح يكون عبارة عن سموث مصل. طلاب، الوال مات اليورترا راح يكون عبارة عن سموث مصل. زين، شنو الانيرفيشن مات؟ عن طريق شنو اللي يصير لتعصيب او تغذية؟ عن طريق السمباثيتك نيرف والباراسمباثيتك نيرف والانتراميورال بلكسز اوف نيورونز. شنو يقصد بالانتراميورال بلكسز اوف نيورون؟ يعني يقصد انه على الرغم من انه يغذيه هو سمباثيتك وباراسمباثيتك، يوجد هناك نيرونات داخل اليورترا، داخل بالسموث مصل مات اليورترا. زين، اكو نيرونات، اكو بلاكسز اللي هناك. زين، تذكرون بالكدني، الكدني منو المسؤول عن الانيرفيشن مالتها؟ فقط السمباثيتك، بينما هنا باليورترا لا، ثلاثه، سمباثيتك بارا سمباثيتك انتراميورال بلاكسز اوف نيورونز. زين، البريستالتيك كونتراكشن ان يورترا ار انهانسد باي بارا سمباثيتك ستيمولايشن اند inhibited by sympathetic stimulation. شنو يقصد بها طلاب؟ يقصد بها البريستالتيك كونتراكشن، مثل البريستالتيك كونتراكشن اللي يصير بالانتستين،
بالسمول انتستين، همات هناك تصير البريستالتك يحفزها الباراسمبثتك من يصير يعني استيميوليشن، يعني المسؤول عن الاستيميوليشن مالته هو الباراسمبثتك، التحفيز مالته هو الباراسمبثتك. هنا أنا همات البريستالتك كونتراكشن راح يصير لها استيميوليشن من قبل الباراسمبثتك، لكن يصير لها انهيبيشن من قبل السمبثتك. مثل الحال يعني من يتحفز السمبثتك راح البريستالتك كونتراكشن يصير لها انهيبيشن، تثبط مثل ما هو موجود عندنا بالسمول انتستين. زين الشي يقول هنا، أنا يقول اليورترا انتر ذا بلادر، ها هنا جدا مهم هذا الاستاذ الطلاب، بس اريد اقولكم فالشغله اليورترا اللي هو الحالب ما بي سفنكتر، عضله سفنكتر ما بي. زين بس هاي هسه نجي نعرف شنو هاي المعلومه اللي انا هسه ذكرتها. تعالوا يقول يورترا انتر ذا بلادر اثروف ذا تترويستر مسل ان ذا ترايجون ريجن اوف بلادر. يقول اليورترا راح يدخل للبلادر، بس مو مجرد انه ما راح يدخل للبلادر قبل يعني يفتح بها دايركت، لا راح يدخل للبلادر هو صحيح، لكن راح يمشي مسافة بالوال مات البلادر، يعني مسافة بضع سنتيمترات. زين مجرد يعني فد كم سنتيم. زين راح يمشي بالوال مات البلادر، يعني مو مجرد انه ما يوصل للبلادر ها هي فتح اليورترا وهاي خلاص بعد ما عندنا يورترا، لا راح يدخل الوال مات البلادر، راح يمشي بيها لحد ما يوصل عضلة موجودة بالبلادر اسميها الدرتويرس مسل، اللي هي بيا منطقة بالبلادر هاي موجودة بمنطقة اسميها ترايجون ريجن، منطقة اسميها ترايجون ريجن، هاي المنطقة بيها عضلة اسميها دترويسر مسل، هذه العضلة من يوصل لها اليورترا راح يجي يفتح بيها، مشى بضع سنتيمترات مثل ما قلنا بالوال مات البلادر لحد ما وصل هاي العضلة فتح. ليش طلاب؟ لأن قلنا احنا اليورترا او اليورترا ما بي سفنكتر، هي السفنكتر عن شنو مسؤولة؟ مسؤولة انه ما تسوي لي ارتجاع لليورن من البلادر لليورترا، بينما انا هسه ما عندي سفنكتر باليورترا، فش راح اسوي هاي العضلة؟ هاي العضلة من تمتلي البلادر باليورن زين باليورن، ومن يصير يورينيشن هاي العضلة مو راح شي يصير راح تتقلص. زين من راح تتقلص شو راح تسوي؟ راح تضغط على اليورترا، يعني راح السده. زين راح اسوي كلوز سده. زين من تدفع اليورينيشن للخارج، حتى تدفع اليورينيشن للخارج، فهذه يعني من خلال هذه العمليه، من خلال انه هذه العضله ضغطت على اليورترا سدته، بذلك ما راح يصير باكورد لليورين من البلادر لليورترا، ما راح يصير ارتجاع. زين ما راح يصير ارتجاع لليورين لليورترا. زين لذلك اليورترا السبب اللي خلاه يمشي بضع سنتيمترات لحد ما يوصل لهاي العضلة، لان هاي العضلة هي اللي راح تضغط عليه والسدة. اتمنى صارت واضحة. فش يقول؟ يقول normally the urethra occur oblique for several centimeters through the bladder wall، مثل ما قلنا انه اليورترا راح يمشي بضع سنتيمترات بالبلادر مات الوال حد ما يوصل العضلة الدترويسر مسل اللي هي بيا منطقة موجودة من البلادر، منطقة اسميها ترايجون ريجن. زين ترايجون ريجن. زين each peristaltic wave along the urethra increase the pressure within urethra so that region passing through bladder wall open and allow urine to flow into the bladder. يعني نفس الشيء تقريبا يقولوها مات، يعني من عندنا يورين بالبلادر راح عندنا البريستالتك ويف، تصير البريستالتك ويف زين من اليورترا نتيجة انه انا عندي يورين هواي، فراح increase pressure يزداد الضغط على الوال مات اليورترا اكيد. زين وراح يدفع اليورترا هو داخل البلادر وول، يعني من يوصل للمنطقة الترايجون ريجن اللي بيها الدترويسر مسل راح هناك يفتح، راح يصير له اوبنز، وبعدها شنو راح يسمح لليورن انه يتدفق ويروح للبلادر.
زين يطلع من اليورترا ويروح للبلادر، لان احنا قلنا اليورترا راح يظل مستمر يمشي ويا الوال مات البلادر لحد ما يوصل لذيك العضله زين، او يفتح بها ويطيها اليورن زين. يقول ان سام بيبل، بس اكو بعض الناس طلاب لا ما اليورترا عندهم مباشره يفتح بالوال مات البلادر زين، فراح يسبب لهم مشكله ان راح يسبب لهم ارتجاع باليورين من البلادر لليورترا زين. فش يقول in some people the distance that the urethra courses through the bladder wall is less than normal، يعني اليورترا راح يدخل للبلاد وال بس راح يفتح بيها، يعني راح يفتح بمسافة أقل من اللي مسافة اللي المطلوب هو يفتح بها المفروض زين. So that contraction of bladder during، لذلك من يصير contraction للبلادر حتى تدفع اليورين إلى الخارج الشي يقول يعني حتى صار عملية المكتوريشن. المكتوريشن هي شو يقصد بها المكتوريشن؟ هسه راح نجي ناخذها. المكتوريشن يقصد بها انه تفريغ البلادر من اليورين بعد ما كانت ممتلئة به، يعني هي البلادر مو ممتلئة باليورين فصار لها مكتوريشن انه يصير عملية تفريغ لها زين. فش يقول so that contraction، لما يصير contraction للبلادر حتى يصير لها المكتوريشن عملية التفريغ does not always lead complete occlusion of urethra، ما راح تقدر انه تغلق اليورترا بصورة يعني complete تماما بصورة كاملة، لان هو قلنا احنا قبل شوية هسه هو لان ما فتح بالمكان المطلوب اللي هو تريجون ريجن اللي هي حتى موجودة بذيك العضلة الديترويسر مصل زين، لان هو هنا فتح بمسافة اقل دخل لهذا مباشرة، انه ما دخل اليورترا للوال اوف بلادر دايركت فتح بيها، يعني ما مشى مسافة بضع سنتيمترات الدور يلا وصل ديك المنطقة وفتح زين. As result some of urine، وبهاي النتيجة ايش راح يصير لليورين؟ ان بلادر از propelled backward into urethra، راح يصير ارتجاع لليورين من البلادر لليورترا. Condition called، هذه الحالة اسميها بالفيزي كورترال ريفلكس، فيزي كورترال ريفلكس. طلاب حتى هذه الحالة من يصير ارتجاع لليورين من البلادر لليورترا احتمال حتى يرتجع يعني اليورين يروح حتى يوصل للرينال بيلفس، تخيلوا من يوصل للرينال بيلفس ايش راح يصير؟ راح يصير تضخم بالرينال بيلفس، يعني حتى يصير احتمال نيكروسيس زين، وهاي تؤدي الى الفيلر كيدني، يعني تؤدي الى فشل كلوي، يعني تعتبر يعني سيفير زين. فشي يقول هسه وصلنا للمكتوريشن. المكتوريشن قبل شويه اخذناها، يعني اعطيتكم فد نبذه بسيطه عنها. يقول it process by which the urinary bladder empty when it become filled، يقول هي عمليه تفريغ الكليه من اليورينري بعد ما كانت ممتلئه، يعني اعتقد واضح زين زين. اللي يقول the principal nerve supply bladder، هسه نجي للانيرفيشن مالت البلادر، اخذنا الانيرفيشن مالت الكدني، انيرفيشن مالت اليورترا، وهسه وصلنا للانيرفيشن مالت البلادر. الانيرفيشن مالت ما تخبطون زين، كل وحده لها الانيرفيشن مالتها. الانيرفيشن مالت البلادر هو البلفيك نيرف، وهذا البلفيك نيرف ب تو بارت سنسوري وموتور، او عندنا السكيليتال موتور فايبر وكذلك السمباثيتك انيرفيشن، هذول يعتبرون الانيرفيشن مالات البلادر زين. نروح للبلفيك نيرف. البلفيك نيرف شو يقول؟ يقول which connect with the spinal cord through sacral plexus S2 and S3. طبعا طلاب هذا البلفيك نيرف راح يجيني منين؟ راح يجيني يطلع لي من السباينال كورد زين، يطلع لي من السباينال كورد بالضبط منين؟ من منطقة الساكرال، من الساكرال ريجن بالضبط، من يطيني ساكرال بلكسز، ساكرال بلكسز من S2 and S3. هذا البيلفيك نيرف يطلع من السباينال كورد بالضبط من الساكرال بلكسز اللي هي تمثل لي S2 والS3، S2 S3 نحفظها زين. يقول هو مثل ما ذكرت لكم انه البيلفيك نيرف بي تو بارت، اللي هو سنسوري نيرف فايبر والموتور نيرف فايبر زين. السنسوري نيرف فايبر عن شنو مسؤول؟ طلاب مو من يصير امتلاء بالبلادر،
من يصير امتلاء بالبلدر، هذا الفايبر مات البيلفيك نيرف راح يروح يودي سينجل زين إشارة للسنتر نيرفوس سيستم عن طريق شنو؟ عن طريق هذا السنسوري نيرف فايبر زين، عن طريق هذا السنسوري نيرف فايبر. حتى هو قايل detect the degree of stretch of bladder wall، هذا راح يكشف درجة التمدد مال اللي تصير بالبلدر وول، يعني يتحسس للتمدد اللي يصير للبلدر وول. إذا كانت البلدر وول متمددة بشكل كبير نتيجة اليورينيشن اللي بيها هواي زين، فراح يدز سينجل عن طريق ريسبتر زين من السنتر نيرفوس سيستم، حتى يعني قلها يا بهذا البلدر ممتلية لازم تودي لها بعد هذا موتور فايبر حتى يطلع هذا للخارج يسوي لها يورينيشن زين. الجزء الثاني اللي هو من البيلفيك نيرف اللي هو الموتور نيرف فايبر، هذا الموتور نيرف فايبر طلاب الموتور نيرف فايبر هنا عندنا عبارة عن بارا سمباثيتك فايبر، ركزوا بارا سمباثيتك فايبر. This treatment on ganglia cell located in wall bladder متمثلة هاي بالجنجليا الموجودة بالwall bladder وكذلك بالpost ganglia اللي تسوي لي innervation للديترويسر مصل. يعني طلاب هذا الموتور نيرف فايبر هو شنو عبارة؟ عبارة عن بارا سمباثيتك فايبر زين، مسؤول عن شنو؟ مسؤول انه الجزء البوست جانجليا من عنده راح يسوي لي انيرفيشن للديترويسر مصل، هذا الموتور نيرف فايبر راح يسوي لي انيرفيشن للديترويسر مصل. الموتور نيرف فايبر اللي هو بارت منين؟ من البيلفيك نيرف. البيلفيك نيرف منين جاي؟ جاي من الساكرال بلكسس اللي هي S2 S3 اللي هو عبارة عن سباينال كورد زين، اتمنى صار واضح. السكيليتال موتور فايبر نجي للانيرفيشن الثاني مالت البلدر اللي هو السكيليتال موتور فايبر اللي هو بمن متمثل؟ متمثل لي بالبيودندال نيرف. هذا البيودندال نيرف طلاب راح يغذي لي عضله موجوده بالبلدر اللي هي اسميها الاكسترنال بلدر سفينكتر. طبعا هاي العضله ايش راح تكون؟ راح تكون عباره عن سكيليتال مصل فايبر، يعني الفايبر مالتها راح تكون اراديه، يعني طلاب راح تخليني انه انا اتحكم بعمليه اليورينيشن مالتي اللي تصير عندي زين، فبكيف اريد اسوي يورينيشن او لا، فمن خلال شنو يعني هاي العضله راح انا اتحكم بها اراديه زين، من يغذيها عصب اسميه البيودندال نيرف. واضحه جدا واضحه زين. الانيرفيشن الثالث اللي هو سمباثيتك انيرفيشن، يقول السمباثيتك انيرفيشن فروم سمباثيتك تشين، طبعا هو سمباثيتك انيرفيشن منين جاي؟ من سمباثيتك تشين اللي من الهايبوغاستريك نيرف فايبر زين. بعد connect the spinal cord من ال L2 segment من ال spinal cord من ال L2 lumbar زين، من منطقة lumbar region بالضبط منين؟ من ال L2 stimulate mainly blood vessel. احنا طبعا نعرف قبل ما اخذين السمباثيتك انه راح يسوي لي stimulation لل blood vessel بحيث يسوي لها vasocontraction شغله زين، وكذلك شنو؟ وكذلك يغذي هنا بالبلادر، حاليا بالبلادر شو يسوي لي؟ يغذي يسوي innervation لل internal يورثرال سفينكتر، يعني او عفوا يغذي لي العضله مالت اليورثرا يعني الحالب زين. عفوا يا حالب اليورثرا الحليل زين، راح يغذي لي اليورثرا الانترنال يورثرال سفينكتر العضله مالت اليورثرا اللي هي الانترنال سفينكتر مصل زين، ويسوي لي يحفز لي البلد فيزلز يسوي لها فازو كونتراكشن زين. يعني بعد شي يقول and have little to do with the bladder contraction. طلاب الكونتراكشن مالت البلدر السمباثيتك انيرفيش السمباثيتك نيرف ما له علاقه بالكونتراكشن مالت البلدر، هسه دا اقول هو قليل ليتل زين، هو ما له علاقه السمباثيتك، خلوها ببالكم ما له علاقه بالبلدر كونتراكشن زين. طيب شنو يعني شنو لعب شنو شو يسوي؟ يقول some sensory fiber، يقول هذا السمباثيتك قد يكون إلى sensory fiber زين، يعني إذا صار فد امتلاء بالبلدر قد يتحسس لهذا الامتلاء هذا السمباثيتك، أو قد إذا كان عندي فد بين معين نتيجة ديزيز معين بالبلدر زين
فالديفكت معين او انفليميشن معين، زين صار عندي هذا البين، النيرف اوف سمباثيتك هو راح يتحسس لهذا البين، زين عني. فيعني ككونتراكشن مالت بلادر السمباثيتك استبعدوه، ما له شغل بالكونتراكشن، زين. هسه نجي المكتوريشن ريفلكس، شلون تصير عملية المكتوريشن اللي هي شنو؟ اللي هي الإفراغ، زين. يعني البلادر نفرغها من اليورينري بعد ما كانت مثل ما قلنا قبل ممتلئة، زين. فش يقول؟ يقول as the bladder fills stretch the bladder while stimulating stretch receptor in the bladder. طلاب تدرون هذا الموضوع راح نشرحه 3 مرات، شلون؟ هسه هذا عندنا هنا، وعندنا هنا هذا هم راح نرجع نعد عليه، وعندنا ايضا هذا المخطط، هذا الرسم ايضا راح نرجع عليه. فاذا ما فهمتوا انتم ركزوا وياي، زين. فاذا ما فهمتوا من خلال هذا كلامي خلال الشرح الجاي هم ما اعيده ان شاء الله راح تفهموا. فهو جدا سهل وبسيط، يقول المكتوريشن ريفلكس من تمتلي الكليه، بس المثانه عفوا، بس تخيلوا وياي الموضوع. هسه اريد ان تشغلون مخيلتكم، زين، شغل imagination، okay. فش يقول؟ يقول bladder امتلأت، صارت ممتلئة تماما، صارها شنو صار؟ stretch، تمددت، زين. شو راح يص نتيجة هذا التمدد؟ أنا عندي ريسبترات موجودة بالنك مالت البلادر، زين. من صار هذا الامتلاء، هاي الريسبترات تحفزت، صار لها stimulation لأن صار stretch بالبلادر نتيجة اليورين موجود بيه. فش راح أسوي؟ راح أدز سيجنال، اللي هي شنو نوعها؟ سنسوري سيجنال، راح تدز سنسوري سيجنال اللي هو من المسؤول عنه هو البيلفيك نيرف اللي قبل شوية ذكرناه، قلنا بيجزء سنسوري وبيجزء موتور، تذكروا مو من الاس2 والاس3 يطلع، زين، من الساكرال بلكسز، زين. فراح هذه السنسوري سيجنال راح تروح، المن تروح؟ تروح للسنترال نيرفوس سيستم، اوكي. فنتيجه هذا الامتلاء اللي صار بالبلادر، زين. The back again to bladder through parasympathetic fiber and same nerve. يقول الدور راح يطلع من السنترال نيرفوس سيستم او راح يطلع لي فايبر، زين، يكون parasympathetic، زين. هو اللي قلنا منه، واي حتى هو قايل same nerve، نفس النيرف. شنو يقصد بيه؟ يقصد بيه انه هو نفسه البيلفيك نيرف، احنا مو قلنا بجزئين، بجزء موتور وبجزء سنسوري. الجزء السنسوري هسه خلصنا، هو ودى الاشاره للسنتر نيرفوس سيستم وخلاص، ها هي هسه راح تطلع لي الاشاره، بس راح تطلع شنو؟ اشاره هم سنسوري؟ لا، راح تطلع لي موتور، زين. من تطلع موتور من وين؟ هم ما هو نفسه من البيلفيك نيرف، هو نفسه العصب بيلفيك نيرف، هم طلع، بس شنو من طلع؟ طلع بجزء الحركي، بجزء الموتور، مو بجزء السنسوري، زين. وراح تكون الفايبر مالته عبارة عن باراسمباثيتك، هذا البلفيك نيرف اللي هو شنو؟ اللي هو يمثل لي الموتور بارت، زين. شو يقول؟ يقول initiating contraction of the tricer muscle. من راحت شو راح يصير؟ موصل هذا الموتور فايبر اللي هو منو يتمثل؟ الباراسمباثيتك، زين، اللي هو جزء منين؟ من البلفيك نيرف اللي قلنا شنو؟ قلنا يسوي لي انيرفيشن للديترويسر مصل، اعتقد نسيتوها، خلنا نرجع. هذا طلاب شو يسوي لي؟ مو يسوي لي انيرفيشن للديترويسر مصل، من هو؟ الموتور نيرف فايبر اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن باراسمباثيتك فايبر اللي هو من هو هذا؟ اللي هو البلفيك نيرف، هذا اللي هسه دا نحكي عنه، زين. اعتقد انه صار واضح، رجعت عليه حتى خاف ناسينا. فشي يقول؟ يقول راح يحفز لي وينها الديترويسر مصل، زين، مثل ما قلنا قبل شوية انه راح يحفز لي الديترويسر مصل، بالتالي حتى تصير عملية المكتوريشن اللي هي عملية الافراغ، زين. فشي يقول؟ يقول once مكتوريشن reflex began the high pressure inside the bladder forces the bladder neck to open against it tonic contraction stretching the bladder neck exerts the intensity the micturition reflex the reflex passes the sacral portion of spinal cord the back through pudendal nerve to external
اسفنكتر 2 انهبت ات يورينيشن، بالتالي راح يصير عمليه يورينيشن. بس هاي الفقره الاخيره خلينا نجي نوضحها شنو يقصد بها. طلاب احنا من راح السنسوري، من راحت السنسوري بارت راح للسنتر نيرفوس سيستم حتى يقول له يابا ترى صار امتلاء بالبلادر، شوف حال شو تسوي. هذا الشرح يدز السنتر نيرفوس سيستم، مو راح يطلع بيلفيك نيرف اللي هو جزء موتور، راح يطلع من عنده تو باثوي. شوفوا طلاب، راح يطلع من عنده تو باثوي. باثوي اللي هو يمثل منه الباراسمباثيتك اللي قبل شوية قلناه، اللي هو يتمثل بالموتور فايبر اللي هو يغذي لي الديترويسر مصل، راح يروح لها يسوي لها كونتراكشن زين. وهم راح يطلع من عنده باثوي ثاني، هذا الباثوي اللي قبل شوية قلنا البيودندل نيرف، تذكرونه البيودندل نيرف اللي يغذي لي السكيليتال مصل فايبر اللي هي متمثلة بالإكسترنال بلادر سفينكتر، هاي العضلة الإرادية زين اللي يغذيها البيودندل نيرف. راح يطلع لها ايضا هذا الموتور نيرون، راح يروح لها، راح يروح لمن؟ راح يروح لهاي العضله اللي هي الاكسترنال سفنكتر مصل. ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها هسه هي يعني بالحاله الطبيعيه، بالحاله الطبيعيه هي تونيك، هي مغلقه مسدوده زين. بس من راح يجيها هذا النيرف ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها انهبيشن، يعني راح يثبط هذا التونيك مالتها، هذا الانغلاق. يعني شنو يقصد بي؟ يعني راح يسويها اوبن، راح يفتحها حتى يطلع اليورين ويخرج زين. فالمقصود من المكتوريشن، المكتوريشن نعيدها، راح اعيدها مره ثانيه زين، انه يابا امتلت البلادر، من امتلت البلادر ايش راح يصير؟ راح تروح سنسوري سنجل عن طريق شنو؟ عن طريق ريسبتر. وين موجوده؟ موجوده بالنيك مالت البلادر، موجوده بالنيك مالت البلادر. حلو، راحت سنسوري، المره راحت، راحت السنتر نيرفوس سيستم السباينال كورد زين. من راحت للسنتر نيرفوس سيستم قالت له يابا البلادر ممتليه شو تسوي؟ قالها ماشي خليها علي. راح يطلع من عنده تو باثوي، راح يطلع منه تو باثوي، وهذول التو باثوي اثنينهم موتور زين. بس واحد يكون باراسمباثيتك فايبر اللي هو من التابع للبيلفيك نيرف، وواحد لا يكون سكيليتال فايبر اللي هو اسميه البيودندل نيرف اللي راح يروح للعضله اسميها الاكسترنال بلادر سفنكتر اللي هي بالحاله الطبيعيه تكون مغلقه تونيك. هذا راح يجيها النيرف، راح يفتحها يسوي انهبيشن للتونيك مالتها، راح يفتحها حتى يسمح باليورينيشن يصير. والباثوي الثاني اللي يروح، طبعا هو هذا الباثوي الاول ودور بعدين هذا الباثوي الاول اللي هو مثل ما قلنا باراسمباثيتك الفايبر اللي راح يروح لالمن للسموث مصل اللي هي منو بمن متمثله؟ متمثله بالديترويسر مصل زين. اللي ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها كونتراكشن حتى تدفع اليورين وتودي لهاي العضله، وهاي العضله ايضا انفتحت من قبل هذا النيرف اللي اجاها اللي هو البيودندل نيرف وراح يطلع. يعني اعتقد صار واضح زين. هنا أنا هم جاي أموضح ليه، طبعا صورة فد كلش حلوة. هم جاي يقول يابا من يصير فيل بالبلادر راح يصير أكيد ستراتش للوال مالتها. بعد من يصير ستراتش للوال مالتها، هاي أكو ريسبترات بالنك مالت البلادر راح تتحسس لهذا الستراتش، راح تودي سنسوري سنجل زين. وين تودي؟ تودي للسنتر نيرفوس سيستم مثل ما قلنا. الدور شو راح يطلع من عنده؟ راح يطلع موتور بارت اللي هو متمثل بالباراسمباثيتك فايبر زين. هذا الباراسمباثيتك لمن يروح؟ راح يروح العضلة اسميها الديترويسر مصل، شو يسوي لها؟ يسوي لها كونتراكشن زين. بعد راح عندي باثوي ثاني اللي هو راح يطلع همات من السباينال كورد زين، هم يطلع من السباينال كورد. شنو اسمي هذا؟ اسميه بالبيودندل نيرف. المن يروح؟ يروح لعضله الاكسترنال سفنكتر. شو يسوي لها؟ يسوي لها انهبيشن. من يسوي لها انهبيشن؟ هاي العضله راح تفتح، لان هي بالحاله الطبيعيه راح تكون مغلقه. من راح تفتح؟ راح يصير عمليه اليورينيشن. اعتقد صار جدا واضح زين. زين طلاب نجي للموضوع الثاني. يقول مكتوريشن ريفلكس كان بي كنترولد باي هاي براين سنتر ان فولينج ويز. طلاب بس أريدكم راح أسألكم سؤال، المكتوريشن من يصير
هل يعني البرين إلى علاقة به؟ أكيد. شلون؟ مثل هسه إذا أنتم منتبهين إنه الأشخاص البالغين والأطفال، مو مثل هسه الأطفال ما يعني الأطفال الصغار ما يعني ما يعرفون ما يتحكمون باليورينيشن، لذلك يصير عندهم يورينيشن لا إرادي. زين؟ هسه الأطفال اللي عمهم سنتين سنة، زين؟ بينما لا الأشخاص الأدلت لا أكيد يعني راح يسيطرون على المكتوريشن مالتهم. شلون؟ تعال نقرأ هذول النقاط. يقول the higher center keep the maturation reflex inhibited all the time. يقول البرين مالتنا الهاير سنتر يستطيع انه يبقى محافظ على المكتوريشن، انه يبقى شلون مكتوريشن ريفلكس، انه ما يفرغ للمثانة، يقدر انه يحافظ يبقى المثانة مغلقة عن طريق انه السفنكتر مصل راح تبقى الاكسترنال السفنكتر مات البلدر راح يبقيها مغلقة، بالتالي شو راح يسوي يعني يسوي له انهبيشن، يسوي انهبيشن للمكتوريشن. زين بكل الاوقات شو وقت ما اني يصير عندي رغبة بالمكتوريشن يعني اطرح اليورن للخارج، يعني انا اتحكم بهذا الشيء عن طريق منه؟ عن طريق الهاي براين. شو وقت ما يصير عندي وقت مناسب لهذا الشيء راح اروح للحمامات ويعني يصير اليورينيشن، اوكي؟ بينما الاطفال يعني مثل ما قلنا شبهنا قبل شويه قلنا انه الاطفال ما يقدرون لان الهاي براين يعني شلون نقول ما يقدر ما يسيطر على اليورينيشن مالتهم. زين بس لا بالادلت لا يقول يكون under control of high brain. زين النقطه الثانيه يقول the higher center prevent maturation. الهاير مثل ما هم راجع هنا يقول يا بل الهاي براين راح يمنع الماكتوريشن even if maturation reflex occur by cortical tonic contraction of external bladder sphincter، من خلال انه يبقي الاكسترنال بلادر سفنكتر راح يبقيها مغلقة، اش وقت ما يصير الوقت مناسب للشخص انه يسوي اليورينيشن راح يروح ويسوي. زين يقول when time urinative arrive the cortical center can، يقول لما يصير الوقت المناسب حتى الشخص يصير عنده يورينيشن، الوقت المناسب يعني حتى شخص يريد يسوي يورينيشن، زين هذا الكورتيكال سنتر شو راح يسوي؟ راح facilitate the sacral maturation center to help initiate maturation reflex، راح يسهل عملية الماكتوريشن ريفلكس. زين راح يسهل عملية الإفراغ مالة المثانة، هذا السنترال أو الهايبرين أو الكورتيكال سنتر الموجود بالهايبرين. زين راح يسهل عملية الماكتوريشن عملية الإفراغ، وبعد ويسوي inhibit للإكسترنال urinary sphincter so urination can occur، ويقول راح يسوي inhibition العضلة الإكسترنال urinary. ليش؟ لأن قلنا إحنا عضلة الإكسترنال بلادر سفنكتر راح تكون بالحالة الطبيعية راح تكون تونيك مغلقة، بينما من يريد يصير اليورينيشن لا راح تفتح. زين تنفتح. هذا شرحناه. يجي الآخر سلايد ونختم محاضرتنا، ونختم بس محاضرتنا لا نختم الرينال سيستم كله. زين يقول يورين ويك تشيك ذا فولينج. طلاب أغلب الأطباء من يردون يعني مفد يشوفوا مثل بيشنت يقولوا لا يعني يسوي روح urinary examination يعني بصورة عامة. زين وأكيد يعني هسه ماكو واحد من عندنا ما مسوي هذا examination، مستحيل لا تقولون ما مسوي. زين فايش يقول؟ يقول the volume of urine، من خلال هذا الاكزام اللي أسويه للurination شنو الفائدة، شنو الغرض منه، شو يعرف من الطبيب حتى يعرف منه بعض الأمور. أول شيء يعرف جدا مهمات، يعرف الـ volume of urine حجم مات اليورين، أو مو الحجم يقصد إنه الـ excretion يعني اليورينيشن اللي يصير خلال اليوم لهذا الشخص إيش قد كميتها. هو الشخص النورمال راح يصير 1400 مللتر باليوم، شخص النورمال الطبيعي يصير له 1400 تقريبا. هي الكدني لها القابلية انه تسوي يورينيشن تقريبا نص لتر، من نص لتر الى 20 لتر يوميا، يعني عادي هذا الشيء ترى عادي كلش.
اوكي ما تستغربون. فعادي زين. فالزين الكولر مات اليورين كذلك من خلال هذا الاكزامينيشن يعرف الكولر مات اليورين هو النورمال كولر لليورين يكون يلو نورمال. ليش يكون يلو؟ لان طلاب اليورين راح يحتوي على صبغه اليوروكروم. هاي صبغه اليوروكروم هي راح تمنح لليورين اللون الاصفر. بعد شي يقول، يقول the color of urine is various coordinate to its construction. قد يقول اللون مات اليورين قد يكون مركز زين، مركز طبعا اعتمادا على الفلويد، كمية الفلويد اللي ياخذها الشخص اكيد. يعني شرحناها احنا بالمحاضرة السابقة، من قلنا احنا عندنا ديليوت يورين وكذلك عندنا كونستريتد يورين، بول مخفف وكذلك بول مركز، واعتمادا على شنو قلنا اكيد. يعني اذا قارين ذيك المحاضرة تعرفون شنو اقصد. وكذلك تعتمد على كمية، يعني مثل أشخاص يأخذون الدراج، هذا الدراجز راح قد يأثر على الكونستريتد مات اليورين، فبالتالي يأثر على اللون، يعني يأثر على اللون، قد يكون لون فاتح أو لون غامق، يعني مو اللون الطبيعي يطلع اللي هو اليلو زين. بعد السمال مات اليورين، طلاب هو اليورين بصورة عامة ما بيسمال، ما بي أي رائحة، بس إذا نشتم فد أودر فد رائحة معينة، هذا الأودر ترجع يعني نسبة إلى الأمونيا الموجودة باليورين تطلع خلال اليورين زين. فهذه الأودر هذه الرائحة نتيجة للأمونيا الموجودة. بعد يقول specific gravity the urine. specific gravity اللي هي شو نقول الوزن مات اليورين أو الجرافيتي زين. بالشخص النورمال، الشخص النورمال الهيلثي، الجرافيتي مات اليورين مات راح تكون تقريبا من 1 إلى 1 بالألف، يعني تتراوح من 1.1 بالألف إلى 1.40 بالألف، نسبة إلى تركيز السوليود الموجود باليورين اللي يطلع زين. إيش قد نسبة السوليود الموجود باليورين زين؟ فراح تعتمد الجرافيتي على ال according to concentration أو concentration of the solid solid. هاي خاف تجي فراغ، يعني the specific gravity of urine depend of على من؟ على according to concentration of the solid solid زين. biochemical parameters كذلك باليورين راح أقدر أعرف المواد، نسبة المواد الكيميائية الموجودة بيه. مثل عندنا نسبة الشجر موجودة باليورين شقد، البروتين، البايل بيجمنت، البي اتش، الكيتون بوديز، الار بي سي اس، دراجز، اذر توكسينز زين. بعد المايكروبال بارتمنت راح اقدر اعرف باليورين مثل انواع الخلايا اللي احتمال تطلع باليورين من اسوي الاكزامينيشن زين، من اشوف ان العينه مات اليورين مات البيشنت تحت الميكروسكوب، فراح اعرف اذا يعني الباس سيل راح يحتوي على الباس سيل، البكتيريا، الامينولوجيكال فاكتور زين. هاي البصل هي نوع من انواع الخلايا، صراحه ما عندي معلومه عنها، بس بالترجمه تطلع خلايا صديديه ما اعرف شنو. المهم هي راح تطلع خلال اليورين زين، وكذلك اضافه لها البكتيريا والاذر امينولوجيكال فاكتور. اوكي خلصنا محاضرتنا، يا ربي يكون المحاضرات يعني الرينال سيستم كلهم مفهومات وبسيطات وسهلات عندكم. إذا واجهتوا أي صعوبة أو في السؤال معين أنا موجودة إن شاء الله، وما نقصر وياكم.